الأبعاد النفسية ما قبل هذه المباراة كيف ستؤثر على أدائنا الزمالك بكرة؟ طيب تعالى نتكلم بصراحة، اللعيبة أكيد متضايقين، اللعيب اللي بنام معاه في الأوضة مش موجود، اللعيب صاحبي مش موجود، اللعيب مش عارف، كل ده طبعا مضايق اللعيب وبيفكره. لكن يا كابتن هقول تاني لو سمحت، يا لعيبة نادي الزمالك أنتوا أقوى فرقة في مصر، لو سمحت لو سمحت لو سمحت، فاكرين الماتش اللي فات يا كابتن احمد؟ انا اصل بجيب حاجات كده وبربط حاجات بحاجات. أيوة. احد لاعبي الفرقه المنافسه اللي طلع في التحليل وقعد يتريق على نادي الزمالك ولاعيبه نادي الزمالك خدت كلامه ده وابتدى يبقى هدف ليهم في الماتش، واللعيبه نزلت موتت نفسها وكسبت. صحيح. خدوا بقى الموضوع ده بتاع النهارده دافع المشكله اللي عندنا وابتدي العب عليها. انتقم من كل اللي انتقدك، انتقم من الناس اللي فرحت فيك، رجع انتقام كروي محمود، انتقم كروي جدا داخل انتقم كروي. شوف كل الناس اللي اقعد فكر في الناس اللي قاعده تشتم فيك وتتريق عليك، والناس اللي اظهرت عدم وطنيتها وحبها لمصر ونادي الزمالك، وانتقم منهم في بكره في الماتش. موت نفسك في الماتش، خلي نفس اللي حصل مع الكابتن اللي اتريق علينا المره اللي فاتت هو المره دي نفس الكلام. هو قال كلام طبعا ملوش دعوه بيه ومش عايزين نقول اسمه. صحيح. بس يخلي نفس اللي حصل، دي حاجه ودي حاجه. كلنا بنقع في مشاكل، كلنا عندنا مشاكل، لكن الناس القويه هي اللي بتظهر في الوقت ده. جوميز كلامه كله ان هو تحت بريشر، في بريشر لكن الفرقه القويه هي اللي بتتغلب عن البريشر ده يا كابتن احمد. طيب فالموضوع ده ممكن قوي نتقلب الناحيه الثانيه. انا كان نفسي في حاجه بس ما اعرفش طبعا، هو ما فيش وقت طبعا. اللي هو ايه بقى؟ ان يبقى في زي معد نفسي كان مجلس اداره يبعته بسرعه جدا، سواء من دوله الامارات الشقيقه او من مصر هنا، حد يبعته واحد يقعد معاهم يتكلم معاهم، يحاول يحول الكذا لفعل ايجابي. انا بثق جدا في قدره جوزيه جوميز على المهمة، كويس بيقدر يعملها كويس. جوميز راجل قريب قوي من اللعيبه وراجل فني وكل حاجه، لكن تعالى ندي لكل واحد حاجته. انت ممكن هو راجل فيه مشكله ممكن في اللغه شويه. ده بيبقى دارس، الولد اللي هو اللي بيبقى المعد النفسي ده بيبقى دارس، عارف المشكله بتاعتي ايه، يقدر يقرب الولاد، يضحكهم شويه، يخرجهم من المود شويه، يتفرجوا على فيلم قديم عربي ابيض واسود شويه يخرجهم من المود، واخد بالك؟ يتكلم معاهم على نقاط الضعف. في برضه هناك حاجه لطيفه جدا يا ريت بس تحصل، ان في نادي الزمالك اثنين او ثلاثه من النجوم الكبيره زي الكابتن احمد حسام ميدو والكابتن حازم امام بيحللوا هناك في الماتشات، يا ريت يروحوا يقعدوا مع اللعيبه، يا ريت يدولهم الباور للعيبه شويه، يا ريت يقوموا بدور عبد الواحد السيد بس طبعا بره الملعب. يعني احنا ما بنتكلمش على ان هينزلوا يقعدوا معاهم ولا حاجه، لا يقعدوا معاهم يروحوا يتغدوا معاهم في الملعب وفي الاوتيل ويتكلموا معاهم ويشجعوا. ما اعرفش طبعا في مين تاني غير، لكن اللي انا عارفه ان في حازم وفي اللي انت شفتهم اللي انا شفتهم. لو في لعيبه تانية يروحوا يقعدوا معاهم يتغدوا معاهم يتكلموا معاهم يدولهم الروح، يقوموا بالدور بتاع كابتن عبد الواحد لغايه ما يرجع بالسلامه.